الحمد لله على فيكتوار تاع اليوم. نشكر الطاقم الفني والطاقم الاداري على كل المجهودات المبذوله سورتو في الاسمان هذه، والحمد لله كي كانت 3 بوان هذه تفيدنا معنويا سورتو بعد الخساره اللي كانت قبل ما تخفناش، وان شاء الله نداركو في قادم المناسبات ان شاء الله. الشوط الاول يعني العدد تاع الفرص اللي خلقناها تاع التهديف نظن ما خلقناهاش في مقرى، وكما شفتوا اني كانوا اهداف يعني محققه، كنا قادرين ان نخرجوا بالشوط الاول 3-0، كان يكون نتيجه منطقيه. نظن اني التفنن يعني في تضييع الفرص هذو يعني نقدروا نقولوا يعني بار كونتر خنجلا سور ان كونتر ماركيو ان بيت اللي كنا قادرين نتفاداوه. كما تشوفوا المقابله ايضا اللي نشوفوا الحارس تاعنا اللي ما سقطش فوق الارض، يعني ما كانش ولا فرصه لفريق اتحاد خنجلاء. اللاعبين تاعي انا فيليسيتيهم على روندمون ونأنبهم على تفنن في تضييع الفرص اللي كنا يعني قادرين على الاقل خلاص نعودوا يعني بالنتيجه تاع 3-0 3-1، يعني كي نشوفوا لا فيزيونومي تاع لو ماتش. مالوروزمون كره القدم يعني في بعض الاحيان يعني تعطيك بظهرها. نواصلوا العمل تاعنا بطبيعه الحال مع هذه المجموعه اللي رانا نلاحظوا باللي كاين تحسن من مقابله لمقابله رغم الهزيمه. نفيليسيتي لي جوار تاعي ونأن مره اخرى يعني اللاعبين اللي كانوا امامهم يعني فرص باش يسجلوا، وهذا بطبيعه الحال يعني بالعمل ونزيدوا نعملوا ان شاء الله باش نحسنوا لهذا الامر هذا.